السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. في البداية دعواتكم لأهلنا في فلسطين وفي غزة، ربنا ينصرهم اللهم آمين، ويحفظهم من غدر الصهاينة، سواء الصهاينة في الكيان الصهيوني أو الصهاينة من العرب المتصهينين. ربنا ينصر من نصرهم ويخذل من خذلهم بإذن رب العالمين. النصر قادم لا محالة، وده وعد رب العالمين بإذن رب العالمين. ربنا يطهر فلسطين بالكامل من دنس الصهاينة، ويسدد رمي إخواننا في المقاومة الفلسطينية، وينصرهم نصرا مؤذرا بإذن رب العالمين، ويسدد رميهم ويثبت أقدامهم، ويمدهم بمدد وجنود من عنده، اللهم أمين يا رب العالمين. نادي الأهلي، تعرفين طبعا النادي الأهلي هيلعب يوم الجمعة بعد بكرة مباراته على الميدالية البرونزية المركز الثالث والرابع. كل التوفيق للنادي الأهلي، وإن شاء الله نحصل على الميدالية البرونزية. حكم هذا اللقاء هي الحكمة الأمريكية اللي حكمت مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي، وادت الواد غمزة كده تاني ماتش ما شافش قدامه. الحكمة توري بنسو هي اللي هديله. أتمنى بقى ما تغمس لإمام عاشور ولا لعيبة صغيرين عندنا، لسه في بعض اللعيبة مراهقين كده يبوظوا، بطلي غمز بقى، ولا البسي نظارة، ولا اعملي اي حاجه، ولا تعالي كده، زي يوني الشلبي. مارتشينياك، رغم الاداء التحكيمي السيء لمارتشينياك في مباراه النادي الاهلي وفلومينيزي البرازيلي، وعدم احساب ضربه جزاء واضحه لكهربا، وتدخلات قويه وعنيفه من لاعبي فلومينيزي على لاعبي النادي الاهلي، الا ان الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا بيكافئه وبيعلن ان مارتشينياك هو هيكون حكم مباراه النهائي مونديال الانديه، من نهائي مونديال الانديه ما بين مانشستر سيتي وفيمونيزي البرازيلي يوم الجمعه المقبل الساعه 8 مساء، مباراه النادي الاهلي طبعا زي ما قلت لحضراتكم مع نادي اوراوا ريد الياباني، هتكون الساعه 4:30 يوم الجمعه المقبل. كل التوفيق باذن رب العالمين للنادي الاهلي. الزمالك بيتعادل سلبيا مع سجرادة وبيتأهل، يعني عنده رجع من أنجولا بتعادل سلبي، حصل على 10 نقاط، وكان سجرادة حاول، يعني كان ممكن يهدف يعني، لكن بال10 نقاط بتوع نادي الزمالك بيتأهل نادي الزمالك لدور 16 في بطولة الكونفدرالية في انتظار القرعة. نشوف هيقع مع مين بقى. يعني غريب ان هو رجع بيتعادل مع سجرادة، وكانوا بيحفلوا على النادي الاهلي انه اتغلب في فلومينيزي، ويعني ايه تروح وما تجيبش ميداليه، هو ما مكتوب عليك على طول برونزيه يا اخي، روح هات حاجه غير بقى يا اخي، يا ده انت حلم حياتك تحط رجلك بس رجل واحده جوه كاس العالم. ده تيجي وتقول واحد كده انت ما رحتش كاس العالم، يروح جايب لك في 2000 اشوف اسم نادي الزمالك، البطوله اتلغت يا غالي. يعني انت النهارده كنت رايح مشوار القاهره، هل وركبت جه حطيت قعدت في قلب الاتوبيس ولا الميكروباص ولا اللي راح القاهره او راح اسوان او راح اسكندريه، هو جه السواق قال لكم انزلوا يا ابني، انت هو يا اولاد التي تي 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 تي، مفيش غير العربيه دي اللي هتوديكم. تيجي تقول انا اول واحد رحت اسكندريه، او انا اول واحد رحت القاهره، او انا اول واحد رحت، وانت ده انت ما رحتش، يا ده انت ركبت العربيه السواق ما قال لك خش اجري استحمى، وانت العربيه ريحتها امشي، قال تيجي تقول انا اول، عيب يا ابني، يا ابني عيب، ما تضحك، شغل دماغك شويه، ما تضحكش، خليتهم غفلونا، عملت زي خلف بتاع صعيد في الجامعه الامريكيه، ها خليتهم جرسونا يا ولا. المهم كان بيتريق على النادي الاهلي انه خسر من مين؟ فلومينيز البرازيلي اللي كسب بوكا جونيور، اللي مدرب نادي الزمالك اللي ماشي وسوري يقول لك اوعوا تقولوا ان في ديربي هنا، الديربي بتاعكم ما يجيش حاجه في ديربي بوكا جونيور ومش عارف ايه ده اللي غلب بوكا جونيور، اللي المدرب اللي كنت تقول عالمي وهو كان معاه حق، لما كنا بنقول لا ما يصحش ارسلكوا على بره، عايزين نفهم.
طبعا نادي الزمالك امام سجراده كان طلب من مسؤولي نادي سجراده فتح مدرج بالكامل. هنا لما سجراده جوه مدوه 200، الزمالك ادى سجراده 200 تذكره. هناك بقى الزمالك قال لسجراده افتح لنا مدرج، فتحوا له ازازه حاجه ساقعه، فتحوا له المدرج. تخيل بقى كام واحد على صابع الايدين يا عم، اعداد يتعمل يعني اللي احنا اللي الكاميرات جابتهم حوالي 5 6 7 بالكتير يعني، اللي حضروا المباراه. قال لك افتحوا مدرج، بس ايه، ناس عندهم شعبيه طاغيه سواء في افريقيا او في الوطن العربي يا اخي. برضه اتحاد الكره المصري، انا قال حاطط ايدي على قلبي في قصه عبد الله سعيد دي، فيها حاجه غامضه يعني. الراجل قال لكم يا جدعان انا راجل عنده 38 سنه ونص، 8 وداخل على 39 سنه خلاص يعني، قال لكم انا بعتزل لعب الدوري، مش لاعب لعب الدوري. طب تلاقي فيتوريا حط اسمه، طب وفيتوريا لما جه حطوا اسمه مش سال ايمن عبد العزيز، سال حازم امام، سال ناس اتحاد الكوره الواد ده عبد الله بقى في الـ ولا في الـ، اكيد قالوا له في الـ، طب حطه ليه في القايمه؟ الا اذا كان بقى في حد قال له حطه، واحد بيحب يقعد معاه في الاوضه وصاحبه ويسلوا بعض. فكون انه يحط واحد معتزل دوليا وعنده 38 سنه في القايمه المبدئيه، ده يخليك تقول لك وكمان ده معتزل، مش 38 سنه بس، ده معتزل، معناها ان بنسبه كبيره من وجهه عبد الله السعيد هيكون في القايمه النهائيه يعني. وده يعني اغرب شيء ممكن تسمعه في عالم كره القدم. فيتوريا طبعا وهو بيسمع لحازم وبيسمع لفلان عشان هو تدخل لحل ازمات نادي الزمالك لدى سبورتنج لشبون، مش هيسمع للواد اللي كان مركب قرن غزال ولا قرن بيقول عليها الرنه ولا قرن شجره ولا هنشوف يعني. احنا مش فالحين، احنا يا جماعه في بطوله افريقيا ديت مش فالحين. رابطه الانديه رسميا بترد على النادي الاهلي بعد الخطاب اللي ارسله النادي الاهلي بالاعتذار عن عدم المشاركه في بطوله كاس الرابطه. رابطه الانديه ارسلت النادي الاهلي رسميا في رد رسمي وقررت خصم 1,000,000 جنيه، واخطرت النادي الاهلي بخصم 1,000,000 جنيه قيمه المشاركه في بطوله الدوري العام بسبب هذا الاعتذار. كيجو لاعب سله النادي الاهلي مصطفى كيجو ولاعب نادي الزمالك السابق لكره السله، في تصريحات تلفزيونيه لي قال لك تلقيت اول ما تعاقدت مع النادي الاهلي اول مكالمه جات لي مع من امام عاشور، كلمني وقال لي مبروك، خطوه كويسه بالنسبه لك، وشد حيلك مع الفريق وافصل نفسك عن السوشيال ميديا نهائي، وما تركزش معاهم يعني، وما تحاولش تعمل حاجه تستفز بيها الجمهور، وواحده واحده الدنيا هتعدي. يا سلام امام عاشور، وقال لي نصايح يا جدعان، ده احنا كنا ظننا فيك ما كانش كده امام يعني، لكن هنيئا لك يا رجل. روي فيتوري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي طبعا بالامس كان قرر ان لاعيبه النادي الاهلي ياخدوا اجازه اليوم الاربع 20 ديسمبر، واللعيبه واستغلوا هذا الامر وذهبوا الى مكه لعمل لاداء مناسك العمره، وان شاء الله خلال الساعات القليله المقبله هيعودوا مره اخرى الى مقر اقامتهم في جده لاستعداد للتدريبات. التدريب الختامي بكره بقى قبل مباراه اوراوا ريد الياباني. كل التوفيق للنادي الاهلي باذن رب العالمين، وربنا يتقبل من اللعيبه ان شاء الله هذه العمره، ربنا يكتبها لنا يا رب، يا رب اكتبها لنا يا رب، اللهم امين، حج وعمره، اللهم امين، يا دعواتكم ربنا يكتبها لنا جميعا يا رب العالمين، اللهم امين. النادي الاهلي لبى دعوه القنصل المصري في جده. كان القنصل المصري في جده تقدم بدعوه او دعا لبعثه النادي الاهلي بالكامل وعلشان يستضيف كابتن محمود الخطيب في لوك جديد شايل زيرو، ان شاء الله يكون خير باذن رب العالمين. كابتن محمود الخطيب كان موجود بيلبي الدعوة مع الدكتور محمد شوقي، مع الكابتن زكريا ناصف، مع الكابتن محسن صالح، مع حنان الزيني، وأهدوا طبعا القنصل المصري في جدة العلم الخاص بالنادي الأهلي وتيشيرت النادي الأهلي. كل التوفيق للنادي الأهلي بإذن رب العالمين فيما هو قادم، وإن شاء الله يوم الجمعة النادي الأهلي يسعد جماهيره بالبرونزية
ولا عزاء لبتوع الاتوبيس او بتوع المحور بقى على راي الكابتن سيد عبد الحفيظ الله يمسيه بالخير يعني. نهاية شكرا على حسن متابعة حضراتكم، ودمتم في أمان الله ورعايته، أستغفرك ربي وأتوب إليك، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.